تعبنا يا فراش الرقوبي. كل يوم من 11 سنة لاجئ من يافا اسمه محمد طملي بيطلع هو وزوجته فاطمة من بيتهن في حي من الشرايط برام الله برحلة مدتها 45 دقيقة عشان يوصلوا أرض بقرية صفا، شروها وعمروها وخلوها محور حياتهن. هذه هي أرضي، هذه الأرض شريتها أنا من 2012، شريتها وعمرتها وبنيت فيها براكس وبنيت فيها حمامات بيت بلاستيك اللي هو أنا يعني بعيش أولادي منه. ذبل تبعتها، خواتمي بعتها، حلكي بعتها، ذهب بكيت مشانشل ذهب، فيش واحدة معها ذهب كدي، كله بعتها فيها. في ارتباط داخلي احنا من واحنا صغار، من واحنا يعني من يعني في المدارس تجاه هاي الارض، كل ثمرة بناكلها في موسم معين في إلها طعم مختلف تماما. ارض طملي مساحتها 3 دونم في منطقة مصنفة جيم، وهناك الاحتلال تقريباً بمنع كل إشي ومنها حفر وتمديد المي، فبضطر محمد ينكل المي كل يوم من بيته للأرض ليسكي الدجاج والحمام والشجر اللي بالنسبة إلى بغلات أولاده. ترى 4 حبات جوافة على الشجرة. هذه كانت حلم حياتي، يعني من وانا صغير، من أنا عمري 15 سنة نفسي في هالحلم وما صدقت وأنا يعني أشوفه قدامي يعني. ولما بتيجي الحكومة الإسرائيلية بتقول لك مش حدا يحلم عنه. بسنة 2023 بدأ الاحتلال بتنفيذ مشروع استيطان جديد على 400 دنم من أراضي صفا. هالمشروع بيهدد يبلع مزرعة طملي ويحولها لمجرد شارع. يا رب نجيها هالأرض، بس أنا طلبي من عند رب العالمين، يعني والله الواحد تعب بعز عليه. لو بتيجي في الصيف في الشهر 3 وبشوف فيها زي الجنينة، والله ما بخلي حدا الا بطعمه صحتين وعافية. في نهاية يوم طويل من الشغل بالأرض حضر محمد القهوة وقعد هو وفاطمة على المرجحة يتريحوا، ورغم الكلك من فقدان الأرض كل حكيهن أمل تضل هالأرض مفتوحة لأولادهن وأحفادهن ويضلوا يلتموا فيها كل يوم جمعة. والله بيجوا بتمرجحوا وبيلعبوا وبشموا الهواء، أولادنا أولاد أولادنا كتيبا ما شاء الله عنهم، ولسه الحبل على الجرار سنتي جاي تشلهن بخلفن إن شاء الله بعبين الجبل. غابت الشمس وبدأ محمد وفاطمة يحصنوا الأرض بالدعاء، وروحنا اليوم وكلنا خوف أن نرجع بكرة وما نلاقي هالأرض.